السلام عليكم، لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. محمد انور نجم مسرح مصر يسخر من فستان رانيا يوسف ويقول نفس الشيء لكنكم تحبون رانيا يوسف. تعالوا نعرف ايه السبب اللي خلاه يقول كده. نشر الفنان محمد انور صورة له من احدى عروض مسرح مصر ليسخر على طريقته من فستان ارتدته الفنانة رانيا يوسف عار من البطن اليوم، خلال حضورها فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي. وظهر أنور في صورة إلى جواره صورة رانيا يوسف وهو يرتدي ملابس ممزقة تظهر بطنه خلالها في إحدى العروض السابقة لمسرح مصر، بينما كتب نفس الشيء ولكنكم تحبون رانيا يوسف. تتصدر رانيا يوسف ترند السوشيال ميديا اليومين الماضيين بسبب فساتينها الجريئة التي ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وكان آخرها اليوم حين ظهرت بفستان مفتوح من البطن. بعد إثارتها للجدل يوم الثلاثاء حين ظهرت بفستان جريء وشفاف وقصير من اللون الأسود، وهو ما أثار جدلا وسخرية حول فقدانها البطانة التي كانت قد بررت ارتفاعها عن فستانها السابق الذي أثار جدلا خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل عامين. وعلقت رانيا مؤخرا حول الانتقادات التي وجهت لها بسبب فساتينها الجريئة: اللي بينتقدني ما يبصش واللي مش عاجبه لا يتابعني. يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي. الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظائرهم الدوليين. ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة ويسعى جاهداً ليكون حافزاً لتطوير السينما في العالم العربي. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلك كل جديد.